طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. التصويت على قانون الموازنة الاتحادية. الموافقة. شكرا جزيلا. أود أن أشكر كل أعضاء اللجنة المالية. بحد يحكي بسها. يلا أوكي. يعني بحشي بالعربي. بحد يحكي بسها. دقيقة، واحد يحكي بالكردي، واحد بترك ما هو بالعربي. بحد يحكي بسها. لا لا ما يزعل. لا أنا قبلهم. فقط لي. أنا قبلهم أصلا. فقط لي. كركوك موضوع آخر. فيما يخص. بس أنا أحكي، أنا عضو مجلس الموافقة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة عن مصادرة أملاك العديد من العراقيين في قرار هيئة المساءلة والعدالة. اليوم تحول الملف إلى ملف حساس قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في 12 من آيار المقبل. الملف بات من المرجح للتفاعل أكثر في الأوساط العراقية قريبا، ومن شأن ذلك أن يفضي إلى حراك سلبي بين السلطات السياسية والأمنية في البلاد مع عشرات الآلاف من المواطنين. طبعا معروف بأن هيئة المساءلة والعدالة أصدرت قائمة طويلة تضم أكثر من 4250 شخص من النظام السابق وبرتب مختلفة، نصفهم طبعا من الجيش العراقي السابق. القرار تضمن مصادرة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة وكذلك الأموال، ويشمل حتى الأقارب من الدرجة الثانية. طبعا قيادات سياسية كشفت يوم أمس عما وصفته بحراك واسع داخل البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية لإعادة النظر بقضية مصادرة أملاك أكثر من 4000 شخص وأقربائهم حتى الدرجة الثانية. أكثر من نصفهم كما أشرنا هم ضباط بالجيش العراقي السابق، عبر استحصال قرار قضائي يقضي بتجميد القرار والتعامل مع الموضوع بشكل قضائي لا سياسي، بمعنى أن يخضع كل شخص للتحقيق في معرفة مصادرة أمواله وما إذا كان قد تورط فعلا في جرائم أو انتهاكات ضد العراقيين. طبعا كما أشرنا جاء ذلك بعد موجة انتقادات حادة وجهها سياسيون ومسؤولون وكذلك الأهالي لقرار الهيئة المكلفة بملف النظام العراقي السابق، والتي تشكلت بعد الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 باسم هيئة اجتثاث البعث، ومن ثم تحول الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة مع سيطرة قيادات في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي ومنظمة بدر المعروفة بقربها من إيران على هذه المنظمة. هذه المنظمة تخضع لحزب الدعوة ولمنظمة بدر، والهيئة هيئة المساءلة والعدالة أصدرت رسميا في مطلع الأسبوع الحالي قوائم ضمت أكثر من 4000 شخص ضمنهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته، فضلا عن أقرباء ووزراء ووكلاء ومدراء عامين وعلماء التصنيع العسكري وقيادات وأعضاء في حزب البعث وجنرالات وضباط في الجيش العراقي السابق. كما اعترضت وزارة الداخلية الحالية، وزارة الداخلية الحالية اعترضت في بيان رسمي أصدرته على تضمين ضباط أو ضابط بارز في قوائم الهيئة هيئة المساءلة والعدالة قتل خلال مواجهات مع تنظيم داعش. طبعا قيادي بارز في تحالف النصر برئاسة رئيس الحكومة حيدر العبادي صرح لصحيفة العربي الجديد بأن الأخير أيد خطوات اقترحتها قيادات سياسية عدة في تحالف الوطنية والتيار المدني وتيار القوى وأعضاء في لجنة المصالحة الوطنية، تهدف لإيقاف أكبر عملية انتقام عشوائية تنفذ منذ سنوات كما جاء في تصريحه للصحيفة. بيّن بأن القوائم تضمنت أسماء ضباط
وقيادات ميدانية في الجيش العراقي السابق شاركت في حرب إيران فقط، ولا علاقة لها بأي ملف سياسي أو عملية داخلية من التي نفذها النظام السابق، تحديدا ضباط سلاح الجو والدروع وعلماء التصنيع العسكري. أكد أن من بينهم ضباط كبار استدعتهم الحكومة مجددا، الحكومة الحالية بعد انهيار الجيش الحالي في الموصل واجتياح تنظيم داعش للبلاد، وقدموا خدمات كبيرة في القضاء على التنظيم الإرهابي كما قال، مثل اللواء الركن أحمد صداك الذي قتل خلال المعارك مع تنظيم داعش في محافظة الأنبار، واليوم هو من بين الذين تقرر مصادرة منزله وطرد عائلته. ولفت القيادي إلى أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يؤيد مطالب تحويل الملف إلى القضاء والتعامل مع كل شخصية على انفراد بالتحقيق في تاريخها، ولا يجوز أيضا مصادرة منزل أو ممتلكات أقرباء، كما أنه لا يجوز مصادرة أموال ورثوها عن ذويهم. وأعرب عن اعتقاده بأن تفعيل القرارات لن يكون قبل أشهر عدة، ما يعني أن الموضوع سيرحل للحكومة المقبلة، وهو ما يعطي وقتا للتحرك حيال الموضوع. لماذا هذا الموضوع الآن؟ لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ هناك من يقول بأنها دعاية انتخابية، هناك من يقول بأنها ضغط على العراقيين لإجبارهم للذهاب للتصويت إلى صناديق الاقتراع من خلال ترويعهم بمثل هذه القرارات. العبادي اعتبر يوم الثلاثاء الماضي، رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر خلال مؤتمر صحفي بأن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة كما وصفها بأنها ازدواجية، وأوضح بأن قائمة هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، وأنها تتعامل بازدواجية في عملها. معنا اتصال أبو علي من كربلاء. أبو علي، شنو رأيك بهذا الموضوع ولماذا يثار في هذا الوقت بالتحديد؟ والله شوي تعطيني وقت، لأن أنا عندي معلومات. هيئة المساءلة والعدالة هي مجموعة حرامية، يعني مو جذافة نحن نحكي شو ما كان كذا. نعم. عندما يأتون إلى اجتثاث البعث صيبهم هالسرية، أولا هم مو أمرهم مبتكم. إذا كان البحث يجب أن يفعل بما يفعل ويأخذ أمواله ويقتل، ليش في بداية احتلال العراق 42 ألف عضو مجلس قيادة وما بين عضو فرقة لأنهم شيعة خلوهم؟ ونسيت وزير الداخلية هو كان بالحرس الخاص. المشكلة شوف هاي الدولة، خلي الناس ترجع للتاريخ، هذول بالحصار مال العراق خصوصا الشلبي وابو احمد الجعفر هسه الوزير الشسمه الخارجيه، وكل هذول المعارضه كان يتوصلون ويتوسلون بتوني بلير وبوش حتى تستمر الحصار على العراق. نعم. وعندما سقط العراق وهاي الأطمة الكبرى أخذوا يقتلون الكوادر. إذا كان شيعي يقولون بعدي، وإذا كان سني أنا أعرف جماعة يعني مو أحكي لك يجي قام يقتلون. هذولا ما يفكرون بالعراق، ما يفكرون والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعندما يطلع هذا واثق البطاط يقول يجب على الحكومة العراقية أن تقطع رواتب شهداء الحرب العراقية الإيرانية. سمعوا يا عراقيين، أنت شنو من الحكومة عندكم؟ زين شلون تصير المصالحة؟ شلون نقدر نعيش؟ 80% من هالشعب هم شيعة. المسألة طائفية. الريمون مو بيتهم، بيت إيران والله الذي لا إله إلا الله. مرات الثقر اللي احنا نقول وكل العالم يقولون عمي المجرم اللي عنده شكية اللي مرتكب كتير شيء تفضل عاصموه. نعم. أنا أبوي بعدي، أنا أبوي ضابط بالجيش، إذا قاعد يخدم للبلد خدمة ليش تكتله؟ وإذا هو مجرم أنا شنو ذنبي؟ تأخذ بيتي، تأخذ عائلتي، تحرم امتيازات. يعني أنتوا هسه الحكومة
يعني انتم قديتوا خدمه، انتم بينكم ما بين الله واحد يسالكم، انتم قاعد تخدمون النظام لو تخدمون البلد بدعاكم انتم. ما يصير يا جماعه الخير، شوفوا يا عراقيين احنا وين واصلين، احنا وين رايحين، احنا جاي نسوي باهلنا واخواتنا. كل الناس بحثيه كانت حزب راح وانتهى، بس شني العالم قاعد تقول ذاك الزمان احسن. والله الذي لا اله الا الله اتحدى والله لا بعثي وضد حزب البعث، وللاسف ها اقول ضد صدام حسين كنت للاسف مستدم. والله العظيم لا احد يزاوجهم على وطنيتهم وحبهم للعراق اصلا وابدا. زين ابو علي كيف الو؟ نعم، يعني القرار يشمل الأقرباء من الدرجة الثانية، يعني مو بس طبعا أغلب المسؤولين الموجودين بالقوائم راجعناها أغلبهم طبعا متوفين، ومنهم من قتل في الحرب العراقية الإيرانية، ومنهم من يعني قتل بعد الاحتلال الأمريكي. مصادرة أمواله وأملاكه وأملاك زوجته وأولاده وحتى الدرجة الثانية، يعني يشمل إخوانه، يعني في بأي حق يتم يعني شمول، يعني هذا راح يجر إذا إحنا قلنا 4257 شخص العدد راح يصير عشرات الألوف. ألو أسمعك حبيبي عمو عمر الله يخليك. شوف هم لأنه النظام السابق أو الكادر العسكري والمدني عندهم شهادات صحيح ويشتغلون صحيح، فهم يخافون من الحقيقة، يخافون يعني هم عليهم كابوس. هي كاني واسمع جارتي، هم مو بس على الموت هذولا، اليوم طبقوا على الموت، يريدون على الموجودين. والله الناس قاعد تنكتل باسم حزب البعث باسم الضابط، شنو ذنبه اللي عالم الذرة؟ ليش كتلوه؟ ليش كتلوهم؟ كلهم كتلوهم. الدكاترة المضبوطين ليش كتلوهم؟ هم يخافون لان يعني عندهم كابوس، اذا فد يوم يجون يعني هو ماكو بس يجيب اسم البعض يفز والله، بس لحد الان هم يخافون من صدام وحزن البعض. ليش؟ لان الى انصار والى احبار، لان الناس قاعد كان يشتغل عدل اتسويتوا بالبلد طبعا يخافون. حبيبي انا اعتذر، اسال الله ورسوله ان يحفظ العراق ويخلص من هاتهم الحاكم الظالم بحق لا اله الا الله، يروح قلوب العراقيين. يا عراقيين لا تفكرون سني وشيعي، فكروا عن عراقيين ترى لا بحكون عليكم. حبيبي شكرا ابو علي من كربلاء. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عمر، في عام 1994 انا شخصيا سمعت جيمس روبل المتحدث الخارجيه الامريكيه على قناه ام بي سي، قال عندما سألوا أن هناك حصار على الشعب العراقي، يعني آلاف الأطفال كانوا يموتون بسبب نقص في المواد الغذائية والحليب والأدوية، كان حصار كان شديد على شعبنا العراق. فسألوا كان هناك أموال مجمدة في بريطانيا أظن 37 مليار باوند، وفي أمريكا أظن 40 مليار دولار. فسألوا لماذا لا ترجعون هذه الأموال، الشعب العراقي يحتاج إلى فجمدوا المال العراقي. قالوا نحن إذا نعطي هذه الأموال صدام يشتري فيها أسلحة وهذا خطر، يعني صدام راح يعني من الشعب العراقي من تسعينات مظلوم، ظلم كبير على الشعب العراقي. لكن أنا قصدي الآن المالكي شخصيا يقول، هو المالكي يقول نحن أخذنا الحكم وما نعطيها، هذا كلام طائفي، ويعني سرق المليارات نقلها الى ايران. نعم. حتى حنان فتلاوي ايضا تقول يعني نحن جينا لنتقاسم الكعكه. نعم. يعني كل المسؤولين العراقيين كلهم فاسدين وسرقوا مئات بعضهم مئات الملايين الدولارات، والشعب العراقي يموت جوعا، يعني كلهم يعني يمارسون عمل طائفي. يعني لماذا يعني حتى انا اتذكر انا كنت طالب في جامعه بغداد، مدينة الثورة كلهم كانوا بعثيين، أهل الجنوب مثل ما قال أخونا أبو علي من كربلاء أغلبيتهم كانوا بعثيين، فلماذا يعني هذا الممارسة الطائفية ضد مناطق الغربية؟ فأخي عمر زين أبو عبد الله مثل ما أشار أبو علي من كربلاء قال هم
ايش قدموا وسووا للبلد حتى يصدرون هذا القرار؟ انت برايك ليش هذا القرار في هذا الوقت وهذه الاعداد الكبيره؟ ما هو قلت لك هذه عمل اخي عمر، هذا يعني عمل طائفي. يعني لماذا انا اقول لك، يعني انا اعطيك ادله هم يسرقون المليارات، لماذا الان هذا يعني بعد القتل والتهجير؟ يعني هم يعني هم اذا كانوا ناس صالحين ويعني يخدمون لمصلحه الشعب العراقي لعمروا البلد، يعني البلد دمر بالكامل، وفوق هذا ياتوا يصدروا هذه هكذا من القرارات؟ يعني هم هل هم يعني احترامي لك، هل هم شرفاء؟ هل عندهم شرف وغيره؟ يعني شو اسمه، يعني مدير الاستخبارات الامريكيه جورج تنت قال احمد شلبي جاسوس، يعني احمد شلبي كان جاسوس. نعم ابو عبد الله. 300 الف دولار شهريا، فما في مسؤول عراقي يعني يعمل لمصلحه العراق؟ فكلهم يريدوا فقط يعني ممارسه عمل طائفي وقتل وتهجير. يعني هذه اخلاقه. ابو عبد الله من لندن كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال من مدينه الصدر. الله يسعدك حبيبي، حياك الله، اهلا وسهلا بك. شلون صحتك؟ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. الله يوفق الاذاعه الطيبه، حياك الله، ويوفق قادرها. يا اهلا بك. انا اخوك عسكري من جيش المنحل. نعم ابو احمد. ابو احمد، نعم. سلام رجل، عندي قاعين، قاع استحقاق وقاع زين، بانه هدية السيد الرئيس زين، زيناتين ما اعطوني اياهم، ويحشون بالمبادئ وبالدين وبالاخلاق. قلت لا الو. نعم معك ابو احمد، ليش ما اعطوهم لك؟ ما اعطوني اياهم لان قبل حاربت ايران. شلون حاربت ايران؟ زين ما نعطيك قاعد لان انت حاربت ايران. قلت لا، وانا رجال عسكري وخدمتي 28 سنه بالجيش العراقي زين، وقدمت معارك وخدمت البلد وخدمت العراق زين، ما خدمت انا صدام حسين، انا خدمت العراق زين. واخر ما تبقى هسه عندي انا 9 اطفال وقاعد بالايجار ها. والاحزاب بيناتها التاجر بدم الفقراء بدم المظلومين زين. قلت لا كل واحد لازم له ركن، وتدربوا بامريكا ها 56، وجتي جو على الدبابات وصاروا هم اهل العراق زين. ما صدق، ما اذاني لي، ما عدمني، ما دمرني، ما دمر عائلتي زين. ليش هم شاردي اذا هم عراقيين؟ جا سووا انقلاب على صدام ها، واخذوا وحقهم بديهم. انا اليوم مطلوب اطلب شخص بالدوله انا اسوي لي ثوره، وشو صدام من كتل اخذها بذراعه، شاخذوها بذراعه، مو ياخذوها الدبابات بامريكا. كل واحد ما اخذ له فله وحاط له فله بالجادريه ها، واحنا حصل علينا الجقاره وترسنا امراض زين. نعم. دين ما عندهم، مذهب ما عندهم، قشمرين العالم، شعب نايم لا عنده خيره لا عنده شرف. يحكي يقول العراقيين وين خيرتهم؟ ما اعرف، ما ادري شربوهم لحم الخنزير. لا ابو احمد، بس هي يعني بيطلع مظاهره اليوم، اللي يطلع مظاهره سلميه يتم ضربه ويتم اتهامه بالارهاب. زين ابو احمد، هذا القرار، قرار مصادره الاموال المنقوله وغير منقوله لاكثر من 4000 شخص، وحتى يعني الاقرباء من الدرجه الثانيه، انت برايك ليش بهذا ليش بهذا الوقت؟ وعلى اي على اي على اي قانون استندوا؟ على قانون امريكي، على قانون ايران زين. ما استندوا على قانونهم، هم ناس اعتاد الشعب. كبر اسمه عراقي، هو مو عراقي، العراقي ما يبي اخوه العراقي زين. العراقي زين عمره قدام حسين كان سايق تاكسي، سايق تاكسي بترب الدول زين، ويناشد المواطنين واحد واحد. الارمله يطيها، ام الشهيد يطيها، الفقير ينطيه، الارمله يطيها. انا عاشيك 4 مرات محكوم بالاعدام من صدام، 4 مرات انا محكوم بالاعدام ها، واخر ما تبقى يعطيني عفو يطلعني. قلت له لا. نعم. طاني صدام حسين، طاني قاعين، وطاني سياره، وطاني عقاري، وطاني منحه، كلهن اخذوهن من عندي. هاي الدوله هسه، هاي الدوله كلها اخذتها من عندي. نعم ابو احمد. وانا هسه رجل ضرير وما اشوف، وحسبي الله ونعم الوكيل على ايران وعلى امريكا وعلى كل من يدمر هالبلد هذا. حسبي الله ونعم الوكيل.
أبو أحمد من مدينة الصدر كان معنا، شكرا لك. نقرأ بعض رسائل الواتساب، يقول قرار سلب ممتلكات ممن عمل مع النظام السابق تأسيس خطير يؤكد أن هؤلاء ليس رجال دولة. وهل يتساءل وهل إذا تغيرت العملية السياسية الحالية سيتم مصادرة كل ممتلكات الأحزاب الحالية؟ أبو محمد لفيلي يقول السلام عليكم، إن اعتراض المسؤولين ومنهم رأس السلطة على هذه القائمة هو ذر الرماد في العيون ودعاية انتخابية، لأنه والآخرين هم من وقع على القانون في 17/11/2017. رسالة أخرى يقول هذا القرار هو عنوان جديد للفشل والتخطيط في إدارة الحكم. رسالة أخرى من السماوة يقول السلام عليكم أخي، أنا والدي شرطي في زمن أحمد حسن البكر ورجع للشرطة في عام 2003 وتم اجتثاثه من خدمة التقاعد. يتساءل شرطي في زمن أحمد حسن البكر أخي، والله قاعدين في الإيجار وين نروح؟ والد معيشنا والله حرام عليهم. هذه رسالة من السماوة. معنا اتصال، وطبعا هناك رسائل كثيرة على الواتساب سوف نقرأها تباعا. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك. حياك الله. كل الكادر. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. لاحظ حضرتك وخلي لاحظ الشعب العراقي، يعني صوتوا لمصادرة أملاك رموز النظام السابق المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 4250 شخص. والفضيحة أستاذ عمر إنه من ضمن هذول 4250 أكو بيهم متوفين من أكثر من 30 سنة. نعم. ومن ضمنهم كان من المعارضين للنظام السابق، ومن ضمنهم انقتل بإيد تنظيم داعش، وديلاحقون أحفادهم وأحفاد أحفادهم ويريدون مصادرة أملاكهم. طيب أنتوا شنو اللي سويتوه من استلمتوا السلطة؟ يعني كل العراقيين يعرفون أنتوا استوليتوا على 90% من أملاك الدولة، هاي إذا مو 100%. أكو أحد سأل عمار الحكيم أو إبراهيم الجعفري أو المالكي أو بحر العلوم منين جبتوا هاي الأملاك؟ يعني معقولة أنتوا جبتوها من أموالكم الشخصية؟ لو من تعبكم، لو أنتوا بالأساس سألتوا عن أملاك مواطنين عاديين، مواطن عادي اضطرت الظروف أن يهاجر من ظلمكم. نعم. شلون زورتوا سندات بيوتهم وعقاراتهم واستوليتوا عليها؟ هي أستاذ عمر يعني لجنة النزاهة هي بالأساس تحتاج إلى لجنة نزاهة، والمساءلة والعدالة تحتاج إلى لجنة مساءلة وعدالة. وبالمناسبة أستاذ عمر راح نسمع يصوتون على هواية قرارات كل ما اقترب موعد الانتخابات. نعم. لاحظ حضرتك أستاذ عمر زين أبو ناصر ماشي زين، أغلب من كان في النظام السابق تم مصادرة أملاكه وأمواله في العراق، يعني معروف بيوت الوزراء وأملاك الدولة مسيطرة عليها الحكومة الحالية والأحزاب والميليشيات من عام 2003 ولغاية الآن. زين اليوم يجي يطلع بقرار يشمل ضباط برتبة رائد ورتبة مقدم وعالم وإلى آخره، وكذلك يشمل أزواجهم زوجاتهم وأولادهم وكذلك من الدرجة الثانية من ناحية القرابة. هذا القرار في هذا الوقت شو يريد؟ يعني يريد يلهون الشعب، يريد يخوفون الشعب، شو يريدون من عنده؟ هم هم يلهون الشعب أستاذ عمر، وهم يخوفون الشعب، وهم يردون يثبتون للشعب بأنهم هم يعملون الصالح المواطن العراقي. نعم. مع العلم أنه حزب البعث كتنظيم سياسي هو انتهى من العراق، ولكن لحد الآن وراح يبقون مرعوبين منه ومن صدام. يعني نعم. صدام ميت أو حي هو بصراحة راعبهم، ليش ما نعرف. يعني أنتوا صادرون أموال وعقارات وممتلكات منقولة وغير منقولة للدرجة الثانية من الشخص، وأنتوا بالأساس مصادرين أموالهم وعقاراتهم من البداية. طيب عمار الحكيم قاعد بالقصر مال طارق عزيز، هذا منين استلمه؟ هذا مصادرة له هدية نطاهية طارق عزيز الله يرحمه. والله بصراحة يعني ما راح يقدرون، هم خايفين خوف ومرعوبين رعب فظيع من أفكار حزب البعث، لكن ما راح يقدرون يلغون الأفكار اللي دا يحملها البعثيين. نعم. هم نهوا الحزب كتنظيم سياسي ومستلم سلطة بالعراق، لكن ما راح يقدرون ينهون التفكير اللي دا يفكرون به.
استاذ عمر، يعني انا برايي اقول من مقاطعه الانتخابات هو واحد من الحلول. نعم. هل يمتنع الشعب من المشاركه بالانتخابات ونشوف شلون راح يبقون بمناصبهم ونشوف شلون راح يحتفظون باموالهم. نعم. وان شاء الله يلاحقهم واحد واحد الشعب ويسحلهم بالشوارع وياخذ من عندهم اموالهم المنقوله وغير المنقوله واللي حولوها لاي دوله من الدول يسترجعوها ويتمتع بها شعبهم. نعم ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ رسائل واتساب، يقول السلام عليكم، موضوع مصادرة الأموال هو انتقام من العراقيين وهي أوامر إيرانية وأمريكية، خاصة وأن هيئة الاجتثاث أسسها الأمريكي بول بريمر والجميع في السلطة يعرفون أن مهمتهم سوف تنتهي في أي وقت، ولذلك فإنهم يسرقون لكي يهربوا في أي وقت. رسالة أخرى يقول أخ عمر، أي مهزلة وأي شعب يرضى بهؤلاء الذين سرقوهم وشكلوا عصابات جلبوا المخدرات للعراق من إيران، والمصيبة كثيرين من الخونة من الشعب من يهوسون لهم، أي دين وأي إسلام كل حقد وغل. معنا اتصال أم محمد من السليمانية. أم محمد شلون تشوفين قرار مصادرة الأموال لكثير من أعضاء النظام السابق؟ قناة الرافدين وكادرها استاذ عمر، هو الاموال مال العراق هي كلها صادروها اكثرها هسه. نعم. انا اقول لك اضعف ما يكون هذا جسر المسنن يم جزيره بغداد السياحيه او تطلع قبل. نعم. روح شوف المزارع اللي اخذوها، روح شوف تربط من طريق اللي يطلع من يم الجزيره على طريق اللي يطلع على الشعب منك، يعني ما اخذيها من هالصفحه ذيك الصفحه، كلها كل واحد ماخذ 400 دونم 500 دونم، ماخذين على نهر دجلة، ماخذين يعني لو تروح هناك تصور الكاميرات شوف البلد البانيها مو هم منطيها للوكلاء، شوف المزارع، شوف الماخذين شنو، وهاي كلها هاي استولوا عليها. زين هاي المزارع مال عدنان خير الله الله يرحمه مو أخذها هم، مو هسه مسويها معسكرات ما أدري شو مسويها هم ماخذيها، لا أقول العفو ماخذيها إنهم ما أدري شو حاطين فيها، بس أكو حمايات. نعم. إحنا من نطلع منا نروح نخش على طريق الراشدية وندخل عليهم كلها ماخذيها، هي الجادرية ماخذها عمار الحكيم، هذا طريق من تخش بالراشدية منك من يم جسر المثنى على ما توصل الراشدية والبعد تطلع لي قدام نهر دجلة كله ماخذيه. زين شو يريدون هسه من الناس برايك؟ ها؟ شو يريدون هسه من الناس؟ والله ماكو، انا دا اقول لك هم البارحه والله ما ادري البارحه هم كان موضوعهم على مود الايرانيين وحكيت ويقولون لا ماكو هذا الشيء. شوف استاذ عمر والله العظيم انا رحت قبل فتره يعني زرت الامام الكاظم، كنت ببغداد وصادفت عندنا وطلعنا رحنا زياره. والله العظيم استاذ عمر الايرانيين التعبانين التعبانين، مو هذا طريق شوي بعيد، كانوا سدوا دروب سيارات حديثه تنقلهم توديهم الباب الامام، والعراقيين ياجر عربانه مال دفع مال مخضر ب 2000 ب 3000 دينار يقعد بيها يودوه ليم الباب مال الامام، العراقيين بالعربانه والايرانيين بالسيارات ينقلوهم، انا شفتهم
ويقولون ماكو وحمايه لهم، حمايه من يدخلون جوقات جوقات يخشون بال هناك بالامام الكاظم. تمام زين، ليش هذا القرار هسه برايك؟ ليش هسه يثار هذا القرار قبل الانتخابات؟ والله هذا القرار ما ادري، مو طلع ذاك اليوم هذا شو اسمه طارق حرب يقول له انور الحمداني، يقول له ليش اخذت الامان؟ مو انا ما شفت انور الحمداني، يقول لا هذا قرار بكيفهم ماكو هذا الشيء. قال له يابا هذول بك صدام، هذول معدومين وبك صدام معارضه. يقول له لا هذا الشيء ما يصير. قال له ليش تاخذون امانهم؟ انا هم متابع انور الحمداني دا اشوفه، بس هم يعني ما ادري هم شنو مسيطرين على الشيء على هذا امان العالم. اكو ناس تطلع بالتلفزيون تحكي يقولون بيوتنا من جوانا مبيوعه وماخذيها ويجيبوك كتاب طلعونا من البيت يقولون هذا البيت باسمنا، اي منطقه يعجبهم البيت ياخذوه من جواهم يروحون للعقار يسجلوه باسمهم. وهاي هيك صايره استاذ عمر، هيك صايره هم هسه كان شتها الشيعه كانت الحكومه العقارات اي بيت يعجبهم يروحون يسجلوه بالعقار باسمهم، يجون يطلعوه في البيت ابو البيت ضعيف ما يقدر يقاتله يقتلوه ياخذ عائلته ويطلع. يعني هاي كل هاي الاموال كل هاي الاموال والميزانيات والاملاك اللي عندهم يعني يجون على هاي العوائل؟ اي طبعا على هاي العوائل. انت تصدق استاذ عمر هاي اللي صارت لك يوم دكتور المثنى الدونم، الدونم ب 300 مليون دينار ياخذوه، الدونم الواحد ب 300 مليون دينار مو بالدولار، لا 300 مليون دينار الدونم الواحد ماخذيه، كل واحد ماخذ 400 دونم 500 دونم. زين منين جابوا هاي الفلوس استاذ عمر؟ منين جابوها؟ نعم زين وانا دا اروح يعني نعم. اهلي هناك من اروح من السليماني اروح هناك وانا دا اشوف بعيني، هم يكذبوني انا دا اشوف بعيني. زين كلها بلال وكلها مزارع ماخذيها جابوها من مال الخلاقهم. هم كانوا مع احترام اللي يسمع كل واحد يسمعني بس التاريخ كانوا بالمزابل هم شنو هذول جابوهم حطوهم بالعراق اخذوا النوب استولوا على مال العراق. نعم ماكو استاذ عمر اكو حكي لا اريد احكي لك اياه بس ما يصير انا احكي لك اياه على الهواء، ما يصير اكو حكي ما اقدر احكي لك اياه على الهواء بغداد ما اقدر. يعني حرام هم العامله هم تسمع عيب يعني هذا الحكي. نعم. اكو شيء بغداد ما ينحكي يعني. نعم على الهواء يعني برنامج محمد. يعني ام محمد من سليماني كانت معنا شكرا لك. نقرا رسالة واتساب يقول الرجاء الرد. حسام حسن معلى من البصره يقول السلام عليكم، أنا عامل في بلدية البصرة صار لنا 3 أشهر بدون راتب وما حد يقبل يصرف الراتب، أريد أتصل أرجو الرد أريد أشرح سالفتي. أخي حسام تستطيع الاتصال والأرقام واضحة أسفل الشاشة. رسالة أخرى يقول ابن الأنبار السلام عليكم، ما يحدث في العراق هو سياسة الفرس ضد الإسلام والمسلمين، الموضوع لا يتعلق بحزب البعث واجتثاثه، هذه هي السياسة الطائفية للقضاء على المسلمين، نسأل الله أن يثبتنا على ديننا ويجمعنا لنصرة الحق. معنا اتصال أبو خالد من قطر، تفضل أبو خالد. على أستاذ عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، أي شخص يحاول يستولي على أي شيء شركة ولا حتى أي شيء يحاول يسوي الأفضل، هذول هل هم سووا الأفضل؟ سووا الأسوأ. نعم زين. صدام حسين ترك أثر، قالت رغد بنت صدام حسين أيام سقوط النظام السابق قالت كم رئيس إجى دولة أبويا راح وأبوي راح خلاص عمر العراق. نعم زين. هم صدام حسين ترك 600 عقار كلها مسجلة باسم رئاسة الجمهورية، 600 عقار ليش استولوا عليها؟ هي ملك ابوهم، روح يحاسبونهم شنو جابوا. زين انت جيت رئيس وزارة شنو تملك لما جيت دخلت العراق؟ نعم شوف البراج الموجودة بدبي حاليا والبراج الموجودة بالاردن والعمارات الموجودة بمصر والعمارات الموجودة بتركيا وماليزيا للمسؤولين العراقيين مفروض يتحاسبون. نعم. من وين جبت انت؟ إذا في شعب عراقي حاسبهم الشعب العراقي، ما حد يحاسبهم غير الشيوخ العراقية والشعب العراقي. طيب 900 مليار مسروقة، وين 900 مليار مسروقة من 2005؟ 900 مليار أستاذ عمر. نعم
العراق يوميا يبيع 4 ملايين ما يبيع يوميا ينباقر بين امريكا وايران والحراميه الموجودين مفروض يتحاسبون على 4 ملايين بس هذا المتعارف عليه من غير الينباق مفروض يتحاسبون عليه مش والله هم حراميه خلاص نعرفوا حراميه مفروض الشعب العراقي يقوم عليهم كل الشعب العراقي بدون طبت اي صفه ابو خالد كونك انت مواطن عربي يعني العام الماضي تم خصخصة الكهرباء في العراق ومعروف بان الفاتورة مرتفعة وخرجت مظاهرات والى اخره هذا القرار ياتي مصادرة املاك واموال في هذا الوقت قبل الانتخابات انتخابات في شهر 5 هاي القرارات تصدر قبل الانتخابات غير المفروض الحكومة تكون قراراتها في صالح المواطن في صالح البلد لو تكون قرارات يعني ضد المواطن هم الو نعم ألو هم اسمع هم ما جايين عشان يسوون شيء للمواطن نعم هم ضد المواطن هم ضد المواطن العربي هم ضد اي واحد يتكلم لغه عربيه يعني هم فرس تابعين للفرس يا عرب افهموا هذول يكرهون كل شيء واحد يتكلم لغه عربيه نعم. ما هم تابعين للعراقيين ولا يريد يعمرون العراق يكرهون كل واحد يتكلم لغه عربيه نعم ابو خالد من قطر كان معنا شكرا لك معنا اتصال ابو ياسين من بغداد تفضل ابو ياسين تحياتي لك اخوي الاخ حياك الله اهلا وسهلا بك اخي الجبل ايش مهما تبنى قدامه بيوت وفنادق يظل هو جبل عالي انت جابكم على ذاك النظام انا ما اريد اقارن اخي ذاك النظام من 1968 لحد ما صار الاحتلال العراق مو سقوط لان العراق مو سقوط لحد ما صار احتلال العراق نظام كان مدار الشعب العراقي ومدار اللحمة الوطنية والبنية التحتية كان أحسن بلد هو بالعالم يعني حتى رئيس الإمارات أو مدري منه إذا بغداد قال أنا أتمنى أكون العاصمة مالتي تصير مثل بغداد شوية افتحوا عيب عليكم يعني في كل فترة والبعث أخي العراق أنا في نظري ونظر كل عراقي وطني وكل عربي أصيل العراق شبه بالرجل المثقف والشجاع ومكتمل بالتاريخ والحضارات والمبادئ فهذا الرجل المفروض يقوده واحد يكون مثله بالثقافة والشجاعة والشرف الوطني كلامي واضح طبعا نعم. وإذا قادت مجموعة لا دراسة ولا شجاعة ولا غيرة فهذا الرجل راح يندل أم أخي أمثل العراق أنا أشبه بالرجل المثقف أخي هؤلاء لا يقود العراق ولا العراقي يقلهم لأن الناس أولاً دخلوا للعراق على ظهر الدبابات مو بجوزهم نعم. ودخلوا للعراق باسم الدين اللي مقر الدجل يأتي من إيران لأن هم إيران هم مقر الدجل وأريد أقول لهذه الأحزاب السياسية والمرجعية الدينية اللادينية زين أبو ياسين يعني إحنا نسمع قال لك والله البرلمان مسوي قبل مدة من أين لك هذا يلزم كل وزير كل مسؤول ويتم يعني يسوون تشيك على حساباته ما شفنا من العام 2003 ولغاية الآن يعني كثير من الوزراء كثير من المسؤولين تم اتهامهم من قبل لجنة النزاهة النيابية عبد الفلاح السوداني ماجد النصراوي بهاء الأعرجي كثير من المسؤولين وباعترافهم بألسنتهم يقول لك إحنا ناس فاسدين كما يقول النائب مشعان الجبوري وغيره من النواب من العام 2003 ولغاية الآن ما شفنا البرلمان حاسب ولا واحد ولا تم الإلقاء القبض على مسؤول من هؤلاء نعم أخي هم أصلا هم جايين على تدمير العراق لعد هي ليش عقدت الحرب سنة 79 لما فضت من 88 هم رادوا العراق هيك يصير فوضى بس الله سبحانه وتعالى يعني خلى حكومة وطنية حكومة يعني اللي انتصرت عليهم الحمد لله أخي هم ما يريدون كل من يعني كل من يريد إله والرفعة وأريد أقول يعني أقول لهم المفروض أنت تسوون تمثال البوش الصغير على أساس وجدت البارحة تحكون عليه والبارحة تسوون تمثال البوش الصغير لأن هو اللي سمع لكم وسمح الإيران بدخول العراق وانطاكم الضوء الأخضر للقتل والسرقات والنهب وتمزيق القراعين
وتقريبا هسه كل واحد منكم يملك برا العراق من 6 مليار فما فوق. اخي هسه صارت 15 سنه سرقتوا قتلتوا فلتوا الجوامع وفلتوا المحافظات ومين لوثتوا والميزانيه تصب منا وتطلع منا كل شيء ما نتهم من يمها تقاتمون بها قبل وقتها بشهر. شافي عوف العراق لاهله عوف العراق خلوا اهله هم يحكمونه. اخي سرقاتهم صارت واضحه انه هسه لقوا الناس اللي يدخل المستشفى 5000 حديقه الزوراء 5000 يعني من غير هاي الاراضي الزراعيه قاموا كيفهم يعني يجون مجموعه عصابات شافوا هاي الاراضي من 30 دونم الى 10 دوانم مال واحد لو هيتي لو تكريتي واستولوا عليها وباعوها. نعم ابو ياسين يعني اشكرك. نعم. ابو ياسين من بغداد كان معنا اتصال. ام ازهار من بغداد تفضلي. ام ازهار السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم حيا هاي الإذاعة العظيمة وعامليها. بالنسبة لهاي الحكومة هي حايرة شنو تطلع قرارات يومية تطلع لها قرار شكل لكن هي ساكتة. هي حكومة مو حرامية من 2003 إلى هسه ينهبون ويسلبون بهذا البلد. فهو منو حاكم اللي ينهبون ومنو حاكم مالكي وغير المالكي والعباد كلهم حراميه وهذول الحبر بشير قاعدين بالدوله. نعم. من مدراء الى كلهم عملاء. بالنسبه هم ما لهم حق على اي واحد شريف كان يحارب في العراق من النظام السابق. النظام السابق ما أذى أحد. النظام السابق بالعكس هو أحيى العراق وقام ماكو فقير كل يشتغل الكل يأكل الكل شبعان. لكن هم ما يزيدهم كانوا مثلاً عايشين في إيران وخارج إيران زين أمازار هم يحشون. نعم يحشون قال المصالحة الوطنية ويعني احنا نريد البلد يبقى امن ويبقى موحد. شلهم بهاي القرارات ما عندهم هم بس قرارات والله العظيم والله العظيم ما عندهم اي قرار صالح لهذا البلد. هم جايين يخربون هذا البلد. شنو المصالحه الوطنيه ويا من يصرخون هم يصرخون البعثيين ما يخافون من البعثيين هم يخافون لا يجيهم هم أصلا يعني على عينهم. أكثر من نصف القائمة. نعم. نصف القائمة تقريبا مو بعثيين ناس ضباط بالجيش كانوا ضباط بالجيش. نعم. كانوا يدافعون عن الوطن كانوا يدافعون دفاع حر عن هذا البلد مو هسه الحشد الإيراني اللي دمر هذا البلد. يعني أي محافظة سنية بخط صحية من الأنبار إلى الموصل إلى حويجة إلى كلهم دمروها وهي أم أزهار شكرا لك. شكرا لك أم أزهار من بغداد. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أولا أحيي كل ضابط عراقي من الجيش السابق البطل وكل جندي وكل مقاوم بطل. أنت وسام شرف على رأسنا وعلى رأس الأمة جميعا. يا رمز الحرية يا رمز الكفاح. ما هو لازم يصدر أموالكم لأنكم أبطال دفعتوا عن الأمة دفعتوا عن كل أحرار العالم. لازم الأوباش لازم الجبان ما يمسك سلاح يعمل فاسيات وكده. يا أندال انت كنت في يوم من الايام بتتمنى تتصوروا جنب حذاء ضابط عراقي. يا أندال ضابط عراقي يا أندال عيشكم في حرية وبكرامة كنت بتمتلك ارادتك وكرامتك. لكن عندك ميليشيات ولا كان عندك تنظيمات ولا كان عندك خراب ودمار. يا خونة انتوا دمرتوا الدنيا. يا خونة رحلكم النهاردة اصبح ضرورة ملحة. يا خونة قتلتوا ملايين نشرتوا الفساد في المنطقة العربية بحالها انتوا والميليشيات الايرانية. يا خونة انتوا مالكمش مكان في وطننا ابدا. يا خونة والله لا تدفعوا الثمن. والله هتدفعوا الثمن عاجلا ام اجلا. يا خونة كنتوا الامة ودمرتوها. ضباط الجيش العراقي ناس وطنيين. يا خونة احنا دورتوا التاريخ بندرس لاولادنا الاطفال بنعلموهم ان هم اللي دافعوا عننا في فلسطين طول العمر بيدافعوا عننا واحنا منهم وجنودهم وابنائهم وبنعلنوا علنا ان احنا مع الجيش العراقي السابق البطل ولم نكتفي ولو متنا هنموت احرار رافعين رؤوسنا.
تحيه الاسر للشهداء وتحيه لكل ضابط عراقي بطل موجود، والخزي والعرل حيدر والاحتلال والكل ميليشياته والتنظيم الدوله اللي من صناعته ومن صناعه ايران يا خونه. وتحياتنا وحبنا لاساتذتنا وعلمائنا العراقيين اللي عاوزين يفتحوا الحياه السياسيه وينشروا العدل والتسامح والمحبه، وكل الشعوب معاكم وكل الشعوب تحييكم مهما قاطعوا الاتصالات ومهما كان هناك تعتيم اعلام. ان شاء الله الحق هينتصر، يقيننا في الله عز وجل كبير وربنا ينصر الحق. وتحياتنا وحبنا لحضراتكم وشكرا. شكرا مصطفى السيد، كان معنا من مصر. معنا اتصال ابو احمد من بغداد، تفضل ابو احمد. الله يسعدك حبيبي استاذ عمر، اهلا وسهلا بك. اللهم ربي يوفقك ويوفق الاذاعه الشريفه. الله يسلمك حبيبي استاذ عمر. نعم. ذولا ما في بياهم هذا الحكي زين، ذولا عملاء، ذولا جوي على الدبابات، بس انا ضال شيء بحصل في قلبي اقول رحمه على روح ابو هدله صدام حسين العراقي الشريف، كان العراق كله مرفوع راسه باسمه. نعم. وصدقني بالله اول ما حطوا المشتقه برقبته الجبنه انا عميد، طفت عيوني وعميد. زين، واتمنى من الله الرحمه له والعائله والكل عراقي شريف. زين، وان شاء الله مسلمين العراق بانه ذولا كل واحد مشتقه برقبته. زين، لان دمروا العراق ودمروا البلد ويعشون بالمبادئ وبالاخلاق. تبرى منهم الدين، تبرى منهم رسول الله، تبرى منهم. زين، وكلهم غشونا العمايم، هاي العمايم غشتنا. زين، وغش مرة علينا واحنا العراقيين امورنا نظيفه وطيبه. زين، واللهم ربي يرحم صدام حسين ويرحم ام العربيه ويرحم كل انسان شريف قاتل على العراق. ابو احمد من بغداد كان معنا، شكرا لك. رسالة واتساب يقول: حينما قذفت ركلة البوسطال الأمريكي بالرعاع لحكم البلد لم نرى منهم سوى أفعال أشباه الرجال التي تدل على معدنهم المتآكل. في رسالة أخرى يقول: هناك مؤامرة مدروسة من قبل إيران لتحطيم العراق بكل المجالات، ومنها مصادرة أموال المسؤولين من النظام السابق حتى يجعلها باسم أركان النظام الحالي باسم الدين، وهم من أصول فارسية، فراجع كتب المؤرخين تثبت ذلك. أبو العروبة من النجف. في رسالة أخرى يقول: مصادرة الأموال الموافقة من قبل البرلمانيين والسياسيين السنة كما يقول لبقائهم في السلطة، وهذا يأتي في سياق صفقات ما بين الكتل السياسية. أخي الكريم يقول: نحن نحكي على إيران، ليش ما نحكي على ذيول إيران في الرمادي؟ وهو يعني مر يقول هو الشيخ عشيرة أبو فهد هم الذين ينفذون أوامر حزب الدعوة كما يقول. أبو عباس من البصرة: أنا كنت مسجون بغداد وما انطوني حقوقي. هناك يقول أخوي: أريد أتصل أرجو الرد. تستطيع الاتصال مباشرة أخي الكريم. يقول: ليش أحد ما يحكي على الموصل والناس ماتوا من الجوع؟ والله العظيم ماكو شيء من ما يسمى بالتحرير لغاية اليوم. أخي العزيز، احنا دائما نتحدث عن مأساة الموصل في هذا البرنامج وفي برامج أخرى وفي النشرات الإخبارية في قناة الرافدين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. عذرا، هناك بعض رسائل واتساب يعني لم يتسنى لنا قراءة هذه الرسائل بسبب ضيق الوقت. تحدثنا عن قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بمصادرة الأموال والأملاك لأكثر من 4250 شخص من النظام السابق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.